انا اختي من الساكنه ديال ولاد مبارك، ولاد موسى الحنشه بير رامي. حنا اختي كنا كاملين ساكنين مده طويله، وحنا ساكنين في السكن ديالنا اللي كنكسبوه هو اللي عندنا، هو اللي كنكسبوه حنا في حياتنا كامله، ومن تزادينا وحنا تما. حنا هاد الناس كاملين اللي كتشوفوا هنايا مضروري يريبوا الناس فوق من حوايجهم. جا واحد الاحصاء قال لك انتم معمركم ما كنتوا، داروا ان اير الناس كاملين، وملي مشينا كنسولوا على راسنا قالوا لنا انتم معمركم كنتوا هنايا ومعمركم سكنتوا. بغينا حنا نعرفوا كيفاش حنا معمرنا سكننا، واش حنا غير جينا وتحطينا؟ حنا ما يمكنش، ما عرفناش حنايا شنو هاد الشيء هذا، وشنو هاد القانون القرار اللي خرج. واش حنا سيدنا غير ضابط الشعب ديالو بانه يعيش في الزنقه؟ ما يمكنش. يعني حنايا مضرين ومضرين بزاف، هاد الناس كاملين ما عندهمش مساكن فين يمشيو، كاين اللي من نهارو ما لقاش حتى فين يسكن، عائلته ما قبلوش يدخلوه، الكره ما كاينش، الرهينه ما كايناش، وما عندش بنادم لا باش يرهن لا باش يكري، هذاك هو الساكن اللي كان بنادم كيلقى في حياته كامله هو هذاك. يعني الناس ولادهم لدرجه بان الدراري ما بقاوش كيمشيو يقراو، شحال من واحد وليداتو ما قاريينش، ما لقاش لاقي لا فين يصب ليهم لا فين يغسل ليهم، فين غيمشيو هاد الناس هادو كاملين؟ يعني بنادم راه حنا مضرين ومضرين بزاف اختي. الوار ديال ولاد حنشا ولاد مبارك، حنا من الناس المتضررين، الناس اللي تضروا، اللي وقع لهم تعسف في المنازل ديالهم، ريبوا لهم الصحه، الناس عطاوهم، والناس الاخرين تيقول لك هاد الناس ديال ان اير ما عندهمش. وفي الاول من داروا لنا هذا الرقم قالوا لنا بالعكس غدوز واحد اللجنه اخرى وغتسوي لكم الوضعيه ديال هاد الارقام. هاد الارقام قال لك هادو المقدميه والشيوخ اللي تما والناس ديال اللجنه، ان هاد الان باش سكتونا في الاول، بعدا من داروا لنا هاد الرقم ديال ان اير قالوا لنا لا راه في حالكم في حال الناس ديال الارقام، حتى انتم غتستافدوا بحالكم في حالهم. في الاخر قال لك حنا غادي تجي واحد اللجنه اخرى وغادي تسوي لكم الوضعيه ديالكم وغتوليو انتم بالرقم ديالكم غتستافدوا. الناس هنا على اساس بانهم غيستافدوا بحالهم بحال الناس الاخرين. من بعد درسوا القضيه وجاو ريبوا الناس ديال ان اير، ريبوا لهم صحه صحه على وليداتهم بالقوه، الوليدات كلشي شردوهم، شردوا الناس، الناس ما عندوش فاش يكريو، الناس ضروا الناس، اغلبيه الناس دابا ما كاريينش، دايرين ميكات وساكنين عف في الخلا، اغلبيه الناس مساكن هازين سكان هما وليداتهم دايرين عف الزنقه، كل مره في كيباتوا. واش هاد الناس ما عندهمش حق؟ واش هاد الناس ماشي مغاربه؟ الا ما كانش عندنا الحق صافي يقولوا لنا نطرقوا شي باب اخر ولا يفتحوا لنا اللجوء نجدوا بحالنا، بعد ما نديروا في هذه البلاد اللي ما عطاتناش ابسط الحقوق، اللي ما عطاتناش ابسط الحقوق هو السكن، اللي خص الملك ديالنا في سيدنا في الخطاب ديالو الملكي قال لهم اعاده الايواء، اعاده الايواء. علاش كيهضر في الدستور ديالنا كيقول لك اعاده الايواء؟ علاش نزعوا لنا هذا الحق؟ علاش نزعوا لنا هذا الحق؟ حنا كالعشوائي بالتكرفيس بالشا في البرد على اساس باش يعطينا بقعه ارضيه، في الاخر ما عطاونا حتى شي حاجه، وطرقنا كاع جميع البيبان، طرقنا العامل ديال القنيطره، ما خلينا فين مشينا، كلشي تيقول لك انتم هذا الرقم ديال ان اير غير موجود. جينا الرباط، مشينا عند الداخليه، تكلمنا مع السيد الباشا، تكلم معنا قال لك لا انا ما عندي ما ندير لكم، جابنا القوه ورجعونا. حنا فين غنمشيو؟ حنا مواطنين مغاربه، خصهم يسولونا الوضعيه ديالنا، خصهم يعطيونا بقع ارضيه بحالنا بحال الاخرين. شنو الفرق؟ واش حنا ماشي مغاربه؟ حنا كنا مغاربه. الانسان اي واحد سكن 6 شهور عنده حق في السكن، اول حاجه كيسكن 6 شهور عنده حق. حنا ما كان عندنا حقوق حتى في حاجه، لا في شهاده السكنه لا في شي حاجه، اللي كنطلبوا اي ورقه مرفوضين. حنا واش جايين من كينيا؟ حنا راه مغاربه، راه هاد الحقوق ابسط الحقوق اللي كنطلبوا، ما كنطلبوش شي حقوق اللي هي كبيره، كنطلبوا الا السكن ديالنا ونجمعوا وليداتنا، هاد الشيء اللي كاين. واش هاد الناس صحاب اللجنه اللي كينوضوا كيريبوا الناس وليداتهم حداهم، كيفاش غيطلع هاد الدري هذا الطفل كيفاش غيبان لي صوره المغرب اصلا؟ الدري اللي طلع كي غيطلع شنو الصوره اللي غتطلع بعدا في عين هاد الدري هذا؟ شنو هاد الصوره؟ ملي فيق الدري يقول لك ماما واش غيريبوا لنا دارنا؟ ماما دار جارنا كيريب، دار هذا كيريب، دار خالتي كتريب، كيفاش غتكون الصوره عليه؟ ها؟ ولا حنا المغاربه غير في شي وقت الدفاعات كتحتاجونا، ولا في وقت الانتخابات عاد كيحتاجونا وكيجيو يدقوا لنا ببالنا، ان دابا ما لقينا لا منتخب لا شي مسؤول لا حتى شي حاجه، كلشي كيطردنا كاننا ماشي مغاربه. هاد الشيء راه حرام، حنا كنطالبوا من جلاله الملك يشوف فينا بعين الرحمه. الا ما حنا ما عندناش الحل وما رفضونا حنا كاننا مغاربه وترفضنا بابسط الحقوق، انا ما فهمش، انا كتحيد لي مثلا براكه المتروات ديالي تعوضني، هادشي اللي كنعرف الدوله تعوضني وتحيد لي المتر تحيني، مادام تحيدني من هناك من حقك تعوضني، احنا ما نمشيش شحال تعطيني تعوضني كتعويض، مادام حيدتيني من البقعه ديالي
غتعوضني؟ علاش غادي شي غتعطيه وشي لا؟ علاش غتنبدني من حقي اللي هو من حقي وحق دستوري اللي كنص عليه القانون؟ واحد المراه اقسم لك بالله توفات جارتنا، توفات هي وولد كرشها، ريب ليها داك النهار السيد اللجنه ريبت ليها داك النهار القايد والمسؤولين والخليفه، واقسم لك بالله توفات المراه، البنت باقا صغيره شابه بالفقصه تنفخ لها القلب ديالها وتوفات، واحد السيد توا في الانعاش. هذا الشيء راه اخلق اضرار، هذا الترياب دار الناس، هذه الحكره مر لقاو القبض عليها 11 واحد خرجوا منهم سبعه وباقيين ثلاثه مساكن حتى نهار 22 عاد يدوزوا في الحكم. اي قانون كيجرم ان الانسان تيهضر على السكن ديالو وكيجرم القانون ديالنا وكيدخل الناس للسجن باي حق؟ اش هذا الشيء؟ واش هذا السيد هذا اللي كيطالب بحقه؟ واش هز وشنو؟ واش هز الحجر عافس على الرايه؟ كيعير القانون؟ كيهضر على حق السكن اللي هو حق مشروع وحق دستوري، وحنا كنطالبوا من جلاله الملك يشوف فينا بعين الرحمه ويلتفت لهاد الناس ويشوف فيهم في هاد العواشر وما يضيعهمش حقهم. هاد الناس راه تكرفسوا وتشردوا، وليداتنا تشردوا وكل شيء تشرد لينا، الناس راه ما لقاوش المأوى، احنا دابا كندورو بحال لاجئين ديال سوريا، احنا هكا كندورو، هما الناس هازين سكانهم كيدورو، جينا طرقنا الباب ديال الرباط قلنا لعل وعسى شي مسؤول يشوف فينا وعلى الأقل غيتكلم معنا، على الأقل يديرنا غير ردة الاعتبار كأننا بشر، راه حنا بشر من طبيعة الحال، حنا بشر خصو يسمع لينا، خذ منا غير واحد الشكاية وشدها وقراها قدامنا وصيفطنا في حالنا، ماشي نهضرو معاك على حقنا تولي جايب لنا القوة وتقول لنا سيروا في حالكم، فين غنمشيو؟ إلى بلاصة غنعطيو راسنا، طرقنا البيبان ديال القنيطرة ما استقبلنا حتى شي واحد، وطرقنا الباب ديال الرباط ما استقبلنا حتى شي واحد من المسؤولين، وكنتمناو من صاحب الجلالة هو اللي يشوف فينا بعين الرحمة، ونتمناو الله يشافيه ويشوف هاد السلام عليكم أختي، هاد الناس كلهم مضرورين كلهم مشتين، ما لقاو فين يمشيو، فهمتي؟ ودابا حنايا ما من جينا لهاد الجهة جراو علينا، فين غنمشيو الله أعلم. كاين اللي دابا ريبوا له فوق حوايجه دابا ما عرفت